العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تعالى كتاب كان دراسين دونه وكتاب ير كتاب كأحلق مقعابا حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة قفك مسلم كأدفيس كيسي وقليي وحونا كدغانا يا هبكي وكدغا لميي إذكار تلقى سوقاتي كتابك يسونا ذا كتاب كان مؤلف كيسا وسعيد ابن علي القحطاني رنتي وكتاب يرى مفيد دتك بذنكينا جيبك يكوتان إن لا يرى فهمه وإن شاء الله تعالى وحى أذكار كتاب كان قصوغا لفهمه ويددك كل أقمان آديات بوفي عن تهي إن شاء الله تعالى سيدوك لوحى رجينينا إن وحى أذكار كتاب كان قصوغا روري قفك كل أقمان ونقن دونه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كوى الله سبحانه وتعالى إن بدن حساء إنه كم النقن أيو حسنك وحى لغم قعابا حاذ ويهوس لغنتهي وكل موضع حسين لا يوصل إلى جوفه شيك استو مركا أدلو إلى لي وقضيه سنة أن لغاري كريم بلغم قعابا حسنك مركا ودفيس كيبو نقونا يأفسو مالي أهان تاسا يلغم قعابا سيدوك له ذهر الله سبحانه وتعالى إنو يهي لفيسنا حديث باكسو أروري صحيحة حديث كترمذي باسو صاري وحديث صحيحة رسول كينا صلى الله عليه وسلم حديث دير بواها حديث كوحورين يا ترمذي صحابي كورين يانا وحلقوما قعابا حارث الأشعري وحديث دير رسول كينا وحولي حديث كدحديثة وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم ذكر إنو ياهي دفيس حديث كان باكتو صيا رسولك صلى الله عليه وسلم سيدوك لدتك وحو أمري وحان إذي مر بيابو يري إن هذا الله سبحانه وتعالى حسان محايا إلي حسيتانك الله سبحانه وتعالى ذكر جيس وعربك اللغه هيو وحو لمي دي هاي قف أوكالي قفك سو عدوك سو عرسدي دق بأسو عرسدين ويدب أرديين سيدي أدب أرديين بوحو قلق قد مركا يدو فيس فاحترز نفسه منهم ماشا يسق إلالي ذكر مركا نوع سو كل لمي دي عدوك والا سق إلالي المقدمة مقدمة ديبان إن شاء الله تعالى مقدمنا واضح كرتا مقدمنا والله أوران كرا لبضب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد شيخ وحوير انت كذب ان واتقان فرفر شدان وحلقوا مقعابا ان استفتاحا وحلقوا مقعابا خطبة الحاجة لقوا مقعابا قفك مركو حاجة ليهي وجيدك السؤال لذا هاي وحافي عن إن دعادان لغفر فرطو رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم دعادان نبو كد الأخريي مركو كد الأخريينا وإسلامي وحويري لقد بلغنا كلماتك قاموس البحر وننسحر له هاي وحوئي مدبل رسول كان صلى الله عليه وسلم وحيابه وشيقي إنو دقيستو وحويري بل إيشيك وحان مقالين الله شيك تود مركا آد هذا الشيء رسولك وكوذا بل إيشيك ومحات شيكتا
مركز يري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ننكي وإسلامي وحير كلمات كان كويش عرضا دقيستي سحر ولا ياش هذا الكودوان دقيستي ولي كلمات كان أتكوها الله يسوى حلم إذا ما نركين بويري كلمات كان هذا وحي قارين بدأ قنت هذا أي قارين سيدا وحي الديريهين ننكي هنا ماشا يوكو إسلامي ضماد ابن ابن ثعلبة الأزدبة لكم قعابة صحيح مسلم بحديث كان سو صار وضال عن كرتان إن شاء الله تعالى شيخ وحير انت كدب فهذا كان مختصر ومختصر اختصرته وانسو قابيي وحنكسو قابيي من كتابي كتابكي انكسو قابيي كتابكي اها الذكر والدعاء والعلاج بالرقى كتابكي لقوم قعابيي الذكر حسكي اللي والدعاء يكتابكي دعاء دعان وقلت لك لي والعلاج بالرقى توفيتانكو اللي اسكده وقرانك اللي اسكده في السنة من الكتاب والسنة كان سقنا هذا يحصر لنا كاها كتابك أي سنة كتابك سنكسو قابيي اقتصرت وانسو قابيي فيه كتابك عن دحديسة أما كتابك دحديسة قسم الأذكار أذكار تقيبت هذه أي انسو قابيي وكتابك سنكسو قابيي ليكون سيوه هذا خفيف الحمل قادتانك سميد فضوديه في الأسفار واختيذ السفر هذا شيخ وحد أم ليس إخلاص كيسا يا الله سبحانه وتعالى صدوا أقبلي إن أرنتي صدوا تلقى لي أدعضي وأنا وحيابها علماء ربانيين تأ كوا الله سبحانه وتعالى درتي سأحد لا أما وحو قراء وأستان تلقوا قرتويا كتاب كان مجر وقف صفريا وأما بدك صفريا أما قاري سارا أما طائرة سارا إلا جيبك قجرة محاك خير بدن ليكون خفيف الحمل سوى هذا مد وذشري سيفرده في الأسفار واختيار سفر ذا وقد اقتصرت وان قابي بويري وحنكو قابصدي على متن الذكر ذكرك إيو حديثك متن جيس إن شاقو واكتفيت وانكو قابصدي بويري في تخريجه حديثك ان تخريج انتيس إيو شيقتان كيس ميلها كالي لغو صاري بذكر مصدر هل مصدر إن شيغو أو مصدرين أما لبا كتاب أو حديثك أن شيغي دونو لغوصو صاري أصل كيا إن شيغو أيان كوغاب صدي أو مما وجد وحي لها ليا في الأصل أصل كالغيه لي أو حجر كتاب أصل كودي وصن شيخو هلين مركا وحان كوغاب صدي يري مصدر أما مصدرين أو كوا أصل كودا لها لي ومن أراد قفك دونانا معرفة الصحابي صحابي إنه أقعد حديثك ورنايا حديثك يذكرت عن شيء دونه قفك دونه إنه أقعد صحابي ورنايا أو زيادة أما إنه زيادة ذو في التخريج حديثك تخريج انتيسة إنه أقعد يا صو صاري حديث كان يا وريي انتك للقص صاري ما قص صحابي ورسي فعليه دشيسة وحاه وانو دردار ما يامركا بالرجوع انو النقضو الى الاصل حديث كاسل كيس انو النقضو الا ان هل اصل بو نوشوغا ياما اصلين مركا صحابيكي هدان ربنو اما حديث كا زيادة كال هدان كررنو مركا وشيخو سو قابيي الا ان حديث حاجرت او قابين ايو او قيب كميدا او سنشيغينين هدا دوني سو مركا انا دوغاتو مركا ها النقضو ليه فعليه قفكا دوشي سوحا او ها التزامو بالرجوع إنه النقض إلى الأصل أصل كي إنه النقض وأسأل الله وحن ويدي سنة يا الله عز وجل بأسمائه الحسنى مقعيريسة وناسن بان وحن كويدي سنة يا وصفاتي صفات كيس العلا سريي الله وكن يري ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وحيابها لدونا يا الله سبحانه وتعالى إن لغبر يوم وحن كويدي سنة يا أبو يري أن يجعله كتاب كان إنه كييلو خالصا مد مركا وجهيسا خالصا مد خالصا لوجهي وجهيسا وخالصا والله برحتري الكريم وجهيسي ونكسنا تاسا الله ويدي سنة إنه مركا كتاب كان خالص كدقو وأن ينفعني به إنه الله سبحانه وتعالى إيوه أنفع كتاب كان في حياتي نلوش إذا نلوش الله سبحانه وتعالى سيدو أنفع كتاب كان شيخا
هذا كتاب كان أنا جان هايسته وحلا إيبيا لبر ريال سعودي باكو قرآن وتقريبا كنت شلنا كينيا و الدنيا بورن كتاب كان والله هايسته ما أنت أنا كان مال باول لابن الله سبحانه وتعالى وكو أنفعي إلا أن الدنيا دينه وحلا دونا يا دتكون إرزاق دو درهات سدان ما هو ذاك أنتو وعديه إنه يره ضمرك وحسوك يصدره كتاب ألف أما صدوا كله هؤلاء كله قبوا تاس الله بهني شيخ مرك وحير وأن ينفعني به في حياتي نلا شيء إذا إنه كأنفقه وقد أنفع الله به في حياته الله سبحانه وتعالى وكأنفعه وبعد ما ماتي جريدة إذا كدبنا إنه الله سبحانه وتعالى وأنفعه وعلوم ذا وحيابها اللقية قانو مرك خير قفتان الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة أيوة ديستان خاصة مقدمة ده. أما مقدمة مرك قريان ننك صوحك والرمي كتابك السدوة اللي في ددك وقوت على قلي وجيددي سسدوك الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وادركتين كتابك مرك نميي أيوح ولي وأسأل أخا انتفع به أن يدعو لي ولوالدي ولمشايخي وأحبابي وسائر المؤمنين وحولي وحوي دي سنة يا كتاب كان قفك كو انتفاعا إنو الله سبحانه وتعالى أنا قدم بدافي ويديو والدين تيد ويديو ضدكي أنا الزعلاني مركا جماعة هانا ويديو مسلمين تودن الله سبحانه وتعالى دم بدافين ويديو مركا قفك استو رياض صالحين أخرستي دعاء داس إنو إمام النووي ودعيو آدي أدوي في عنتها يكفى إذي استي وأن ينفع به الله سبحانه وتعالى إنو كو أنفعه أيان كتاب كان رجينا يايو كتوغ يايو كبري يا من قرأه قفك أخريا أنا قال الله سبحانه وتعالى كواسنا قدقو أو طبعه أما طبعيا أو كان سببا أما سبب وهذا في نشر كتاب كان إنو في ذهو ودتك كفافو سيدا أوليد كتاب كان وحال كان كو قران سديد يتمن لو قدود إن لغو ترجمي كتاب كان سديد يتمن لو قدود أيا لغو ترجمي أف صوماليغا كجرة إنجليس فرانسيس أردوغا أفك إندونيسيان كي إكو هالان بنغالا ديشكا أفك أمحاردا سواحيليغا تركيغا حوسها فارسيغا تاميلكا لو قدود هادا سيدوكا لو لغو فسيري بشتوغا لو قدود لغو مقعاب أفغانستان إكو هالان لو قدود مركا يوغانديسكا هندي ماليزيا لو قد شينيسكا دا كتابكم ولغو قريو ولغو ترجمي محا هارسان مركا إنه سبحانه الله جل وعلا ولي ذلك كاس وليي سويانو كان تولينا يا أرنكا آمبريي والقادر عليه يكن أودا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يكو الراعة بإحسان إحسان الراعة إلى يوم الدين إلى لقاقار يوم الدين ما ننتا لس حسابة يوددكو كالبحيان لس جزين يو شيخ انتا سأيو مقدمة دينا مركا كسو قبقبيي فضل الذكر ذكرك يا الله سبحانه وتعالى حسيتان كيسا فضل قيسي أيو أبابي هاي هذا بابه هذا محله قال الله تعالى الله جل وعلا وحيري فاذكروني إحسا أذكركم وأنذين حسياي أي اذكروني حصوصا وها المامنة فيما أوجبت لكم وحان إذنك واجبي إلي أني أنا سيدوك لوان إذن حصوصنا يا إنان إذن دم بدافو إنان توبذين أقبلو واشكروا لي هنا إيه شكريا ولا تكفروني هنا إيه كفريننا الله سبحانه وتعالى سيدا سولي فاذكروني أذكركم الله سبحانه وتعالى هداد حصتو سيدا نو إمان دونتا الله سبحانه وتعالى وكو حصوصنا يا وكو حصيا واشكروا لي إيه شكريا ولا تكفروني هنا إيه كفريننا يا أيها الذين آمنوا كو إيمانك لقه ليو اذكروا الله اللي حسى ذكرا كثيرا ذكر بضن الله سبحانه وتعالى حسى سيدوك اللي جل وعلا وحويري والذاكرين الله كوى اللي حسى إيه رقى كثيرا إن بضن
iyo wadaakiraat kuwa haweenka Alla subhanahu wa ta'ala in badan xusa a'adda Allahu lahum alla wuxuu u diyaariyay maghfiratan dambidaaf wa ajran caziiman iyo ajri aad iyo aad u weyn huwa aljanna waana jannadii Alla subxaanahu wa tacaala dad badan buu ka sheekeeyey waa khabar can haulaai almadkuuriin kuwa lasoo sheegay Alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi ina almuslimiina waalmuslimaat waalmu'miniina waalmu'minaat waalqaanitiina waalqaanitaat waalsaadiqiina waalsaadiqaat waalsaabiriina waalsaabiraat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صفات كاكو الله جهل يردن إلا صوشيكي الله سبحانه وتعالى وحو الدياري مغفرة دم بداف إيو أجرا عظيما أجر آدي أدوين أجر كاوحا لغف السراء الجنة جنة يلو فسر اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الله جل وعلا سيدوك لوحيد واذكر حس ربك ربك حس في نفسك نفس هذا كحس تضرعا أي رغبة أذيب الله سبحانه وتعالى دم داف حقي سكجريني وخيفة رهبة أذيب الله سبحانه وتعالى عذاتي سنة كعب سنية الله سبحانه وتعالى حس ودون الجهر إيه كر أقاذت سكذا ذنا الله سبحانه وتعالى حس وبالقول الله سبحانه وتعالى كحس لا جهرا الله سبحانه وتعالى إلا وكوده يهي مركا الحس يسو ما أها إن هذا الكر أقاد أدقوا الله سبحانه وتعالى نحريسي سجرنيا أو أتضرعيا عبسانيا نصدوك لوخيفة علاتي سكا عبسانيا ودون الجهر يا هذا الكوكر لو قاد سكديس وهذا الكهوس لو دغو من القول قولك حقيسا بالغدو صبح دي الله سبحانه وتعالى حس يا والآصال قلبه ولا تكن ها أهاني النبي محمد من الغافلين كو الله سبحانه وتعالى المسنا ها كم من نقن الله سبحانه وتعالى مركه هل كان وحو رسولك يس امريا انه الله سبحانه وتعالى صبح دي قلبتي حس طيب وآياته مركا كسو أروري ذكرها فضلها أوليها شيخ آياتها سيوكو قابصدي آياتك القرآن كسو أروري صدق الويجران دين عيسو نضى وقال صلى الله عليه وآله وسلم رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم حويري حديث كان أبو موسى الأشعري با رسول كينا صلى الله عليه وسلم كورين أيا مثال الذي كي مثل كيسة وحلمي دهي يذكر حسين ربه ربي جيس والذي يكي لا يذكر آنا حسين ربه ربي جيس مثل الحي مدنال مثال كيس يوحي لمديهين إي والميت مدنتي قفك الله سبحانه وتعالى حسين رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم وحوك شيقي إنو يهي قفنال ظاهر كيس ونال يهي إلان الله سبحانه وتعالى ذكره سيسكو قرحيي وقفنا كان أن الله سبحانه وتعالى حسيننا وحو الرسول كينا صلى الله عليه وسلم كمثال ميتك وهو ظاهر كيسينا وعاطل باطن كيسينا سيدوك لباطل باكبوحا سيدا درتيد ذكر لأنت رسول كينا صلى الله عليه وسلم يقران كبوحي تلمام أيان إن مركا من علامات النفاق كمتها إن الله سبحانه وتعالى إن بضن لحسن في سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى مركو كشيكي كوي مركا جهاتك كقيب قلي إيه رسول كينا صلى الله عليه وسلم وقرقاري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن بضن الله سبحانه وتعالى حسين منافقين تنمركو كهالليي ولا يذكرون الله إلا قليلا الله سبحانه وتعالى حسين مايان إلا وحير موي صلاة هدو تكن يوحو تكن يا صلاة آنا نروح لهين قبل قسيي هدو عمل كالقبان يسيدو كالود الدجيني أذكارتي الله إمن مايو مركا ميت كينا رسول كينا صلى الله عليه وسلم
ميت بوكدغي قف كان الله سبحانه وتعالى حسن مثل الذي كي مثال كي سيذكر ربه ربي جيسا حسيا يا والذي كي لا يذكر ربه ربي جيسا أنا حسين مثل الحي مدنول مثال كي سوكلويان يا والميت مدنتي حديث كا وحديث صحيح بخاري مسلم باصو صاري وقال صلى الله عليه وآله وسلم رسول كينا صلى الله عليه وسلم سيدوك لوحو يري ألا أنبئكم ما إذين شيغا بخير أعمالكم أعمال ياشينا كان أغو خير كبضا وأزكاها أغو بركة بضا عند مليككم بقر كيننا وألا جل وعلا كان أغو بركة بضا أغو زيادة بضا أغو طاهر سن وأرفعها أغو سريا أغو سرين بضا في درجاتكم درجات كيننا ودرجات كيننا كر أقاضيا وخير لكم إذن كخير بضا من إنفاق الذهب ذهب بحنتي سئيو والورق العق بحنتي هذا ورق وحلقم عابا والفضة فضة ويان وخير لكم إذن كخير بضا من أن تلقوا إن الله لنتان عدوكم عدو قينا أو فتضربوا أدقر عذان أعناقهم أي قتلتمهم الليسان عدو قينا الليسان إذن كخير بضن ويضربوا صدوك لأقر عن أعناك قكم قرياشين قالوا وحي رهدين بلا هاي يا رسول الله نوشك وهذا عمل خير بضن عمل كالنوضة خير بضن إن مثلا جيتك الله سبحانه وتعالى وحن كدلنا وأنك صدوك لنلقدلو وصدوك للذهب يلعقنا إنا بحن نوضة خير بضن نوشك بي رهدين قال رسولك أنا صلى الله عليه وآله وسلم وحيري ذكر الله تعالى الله سبحانه وتعالى حسيتان كيسا سيداسو الله سبحانه وتعالى حسيتان كيسا وشرف بدن يحي أعماش أن إساق أقوفي عن الله سبحانه وتعالى سيداك لأكتيسا أعماش أن قبنا أن وحا وقوطها السن ذكر الله سبحانه وتعالى درجاتك أن وحا وقوكر قادت بدن ذكر الله سبحانه وتعالى ذهب إناد بحصة إيا سيداك للعق إناد بحصان ذكر الله سبحانه وتعالى أياك خير بدن عدوغا إن الله كلمه أو الله يو إيه إن الله يانا سيدوك لي ذكرك الله سبحانه وتعالى أياك خير بضن حديثك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أبو الدردابة كوريني وأنا حديث صحيح أو ترمذي ابن ماجه بصوصة رسيدات هوسك أركيسان وقال صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله سبحانه صلوات الله وسلامه عليه سيدوك لوحو يري يقول الله تعالى الله وحو يري أنا عند ظن عبدي أنا أنيغو وربي أيها الله عند ظن عبدي بي أدون كيغا ملها ويماليو أكتسان أهادي بو يري وأنا معه معيسان أهانيا إذا ذكرني مركو إحصو معيسان أهانيا ومع العلم فإن ذكرني هدو إحصو في نفسه نفتيسا ذكرته وان حصيا في نفسي نفتي ذنك حصيا وإن ذكرني هدو يقحصو في ملأ كوه ذكرته وحن كحصيا في ملأ كوه خير منهم إساقك خير بضن ومثلا ضد حضوضة يا بني آدم ضد حضوضة هدو يقحصو أنيقنا ملائكتان أشيقيا دونكي إن وحصي وإن تقرب هدو يسو دواد إلي حقيقا شبرا تاكو هدو إيسو دوادو تقربت إليه وحان أدوانيا ذراعا ردنبان أدوانيا مركض الله سبحانه وتعالى أسو دواتو إساقن وحسو دوانيا وإن تقرب إلي هدو إيسو دوادو حقيقة ذراعا ذراع وحلئك تقربت إليه وحان أدوانيا حقيسا باعا باع وحليك باعا واتقانا واللغضك عمود وصيدا لو تاقي ذراعا واردنك تاكذا واصولك يفريرت وصيدا لو تاقي ويان صيدا سيعرفتي هورا مركا كو حساب جرين وإن أتاني هدوئي مادو يمشي سغو صعودا أتيته وان اؤمانيا هرواله أنيقو دقدقيا وكتليني ان اؤمانيا صيدا سويري الله سبحانه وتعالى مركا حديث كان ومن أحاديث الصفات أحاديث كمركا كشيكيسا
صفاتك الله جل وعلا أولا دون يسيد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أشيغي إن أمر نؤي الله بهن يهي مركا واسدا حديث كان مركا ماشا شيخ وكدليشن أيو وأنا معه إن ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم شيخ حديث كماشا يكدليشن أيو والله سبحانه وتعالى مركض حسته أذيقنا وكحص ياسده الله سبحانه وتعالى آيدي عن هريو صوف السرنا وشيغي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون حديث كان وحديث صحيحة رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يا كورين يا البخاري يا مسلم با حديث كان مركض لقصه صاري وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه وحل قورنا يا أن الرجل نبا قال وحيري يا رسول الله رسولك الله إن شرائع الإسلام إسلامك شرائع ديسة وفرائتي سيسرنك سي قد كثرت علي ويقبضتي فأخبرني إيشك رسولك الله بشيء شيء أتشبث به أنكدقو أتعلق به وأستمسك به إلا شرائع دي بأيوك بطيب إليها نكا رسول كينا صلى الله عليه وسلم ويميد مركا شيئا كدقو وآن قبصدون كد ذالو إيشيك بوكوي الرسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم رسول كأن لو حويري لا يزال يوسن كزول لسانك عرب كاغا رطبا متكقيا يوسن كزول من ذكر الله الله سبحانه وتعالى فسكيسا مركا عرب كاغا هكا قيانادو ذكر الله سبحانه وتعالى وعمل كاس كدك بوينا مركا الدنيا يخروا الليباني ساي ابن قيم الجوزي رحمة الله تعالى عليه وحولي عرف كان وحل دوني ذكر الله سبحانه وتعالى إن لقوا إلى اليوم وحولي حمنها بني آدم كا وحا أغر دقاق بضن بويري عرب كا سيدا أوذي هدي حبن كم يدأ حبنها سنتو عرب كا سعود ما ننتي يسعون الله نفنون الله يدمله يري عربك أنتو دقاق اللقطة هذه ما أنتي دقاق لهي أذيبوا ميد بالغاس وقاد لها إسلي أما قعنت هذا دقاجين لهي مركا عربك الله سبحانه وتعالى وحنوسي مركا إن لقو حصو رسولك إن صلى الله عليه وآله وسلم نين كان وحودر دارمي إنو عرب كيسا كقو ينادو ذكرك الله سبحانه وتعالى ربك مركا طريا نوالدها مشتغل أن سيدوك لقفك إنو كو مشغوله مركا وحالغتنا يونيا قفك إنو دائما يلو بهي إنا دائما الله سبحانه وتعالى حسكيسا هذا حسكنا الله سبحانه وتعالى إن اسم مفردة إي اسم سيدوك لظاهر وعاورنا أتكو حسنا ذكره مؤون نقونا يو إذكار تصور ورطي الله سبحانه وتعالى وين لغو حسا هو عاورنا ذات رهضو أما مركا لطيف عاورنا أتكو دواغضو ذكري صحيح مؤون نقونا يو أذكرت أن شيء دونه أي الله سبحانه وتعالى مركا طرف النهار لغفر سيدونا وقال صلى الله عليه وآله وسلم رسول كينا صلى الله عليه وسلم استغوا ذكرك فلقيسا كهلا يوحو يري من قرأ قفك أخريا حرفا حرف ومن كتاب الله كتابك الله سبحانه وتعالى كمدا فله به وحوكه ليا حرف كاس حسنة لغسين والحسنة حسنة ذينا بعشر أمثالها طبا مثل كادية ويان من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها طبا مثال كذا لسينا يقفك حسنة ليمادو لا أقول رسولك اللوح يرغرا مايو ألف لام ميم حرف ألف لام ميم حرف أرن مايو يري وحرف ولكن ألف وحرف حرف بلوق ريايو طبعا أجر بقفك لقصين ولام لام كينا حرف ويانو طبعا بلقصين يا وميم ميم كينا حرف وحرف طبعا بلقصين يا ألف لام ميم هذا ترهضو وحلقوق ريا صد حسن أي لقوق ريا بهذا الحديث حديث كان وحديث صحيح ابن مسعود برسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم كورين ايا ترمذي بصوص عري وحديث مركا صحيحة
maxaad u malaynaysaa marka qof maalintii qur-aanka 10 juz akhriyey, qof sidoo kale subax akhriyey, qof 3 juz maalintii akhriyey, qof maalintii juz akhriyey, qof suurad akhriyey, intee ajir buu helaya? ila rasuulkeena sal allahu calayhi waalihi wasalam, cabdullaahi ibnu camr ibnu caas markuu farayay cibaadada sahlan, waxa ugu yaree uu faray qur-aanka akhrintiisa waxa weeyaan qur-aanka inuu bil ku dhammeeyo. qur-aankana bil waxaa lagu dhammaynayaa inaad maalintii juz akhriso. maxaad u malaynaysaa qofka alle subxaana wa tacaala qur-aanka uu baray oo uu xifdisiiyey ama kitaabka akhrin kara oo aan maalintii juz qur-aan akhrinaynin? qofkaasoo qof la yaable maaha. marka yaa ahla alqur-aan, dadka muslimiinta khaasatan alla subxaana wa tacaala uu fududeeyey inay salaa subax jamaaco ku tukadaan, calaykum bilqur-aan, calaykum biqiraa'ati alqur-aan. alla subxaana wa tacaala kitaabkiisa oo min kitaab illahi alla jala wacaala inaad akhriso isku day. waan cuqbat ibni caamir, cuqbat ibni caamir waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala, inuu yidhi kharaja, waxaa soo baxay buu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam, rasuulka alle ayaa nagu soo baxay, wa naxnu fi sufaa, annagoo sufadii ku jirna. sufada waa taqaanaan, waa guri yaroo ku yaallay masjidkii rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam. dadka xirtee aanan guriga haysan baa seexan jiray, sidaa darteed qof kasta oo soo maray waxaa lagu magacaabaa asxaabu sufa ayaa lagu magacaabaa. marka rasuulkeena sal allahu calayhi waalihi wasalam kooxdaas ayuu ku soo baxay iyagoo masjidkii joogoo markaa sufadii ku jira. fa qaala rasuulkeena sal allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi, ayukum yuxibbo, kiineeba markaa jecel, an yaqduwa, inuu u kallaho, kulla yowmin maalin kasta, ilaa butxaan, butxaan inuu aado. waa mawdic madiine ku yaalla, waa meel madiine ku taalla markaa, aw ila alcaqiiq, ama caqiiq inuu u kallaho meesha lagu magacaabo, waa waadi tog markaa madiine ku yaalla. hadda waa jaamaca alislaamiya meesha ay ku taallo ayuu markaa maraa togu. ayib, fayaatiya, marka uu kala yimaado maalin kasta, minhu togaa xaggiisa ama meesha butxaan lagu magacaabo, binaaqatayni, laba halaad, oo koowmaa wayni, kurusyo waaweyn inuu kala yimaado yaa jecel, fii hayri ithmin, dembi la'aan, walaa qatiicati raximin, qaraabo goys la'aan. maalan subax kasta inaad ka lahdo, caqiiq baa tegaysaa, laba neef oo markaa geel baad iska soo wadanaysaa. oo haddana geelii ma aha mid caadi ah, waa kay carabtu jeclaydee kurisyada waaweyna. ilaan geela markuu kuriskiisa weyn yahay idinkaa garanaye, kulley waa qoornimun buu tilmaamaya soo ma, haa, iyo qurux buu tilmaamaya. marka inuu iska soo wato isagoon dad la dagaalamin uu iska soo kaxaysanaya, qaraabana sidoo kale aanan ka soo qaadanoo markaa, ama ka soo goosaninoo markaa aanan ka soo dhacin. ayib, walaa qaiicati raxim, waa su-aal la yaab leh. faqulnaa, waxaan nidhi buu yidhi saxaabigii, yaa rasuula allaahi, rasuulka allow, nuxibu daalika, arrinkan waan jecelnahay. carabta hadda yaa geelka jeclaa. sidaa darteed mithaal kasta iyo wax kastoo lagu baraarujinayo waxaa la odhan jiray waryaa geel noocaasoo kale raba. waad garanaysaan xadiidkii cali rasuulkeena sal allahu calayhi waali wasalam raayada uu ku siinayey, oo alle uu yidhi, rasuulkeenna uu yidhi, la an yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumuri nacam. mithaalo badan bay markaa geelu ku mithaali jireen. nuxibu dalika, rasuulka allah waan jecelnahay. qaala, markaa rasuulkeenna wuxuu yidhi, ilaan saxaabadu guriga isaga jireen, afalaa yaqduu, muu kallaho axadukum midkiin ila almasjidi, masjidka muu kallaho, fayaclama, muu soo barto, aw yaqra'a, muu soo akhriyo, aayatayni, laba aayadood, oo min kitaabi illaahi, kitaabkii alle ah casa wajal, khayru lahu, taasaa ugu khayr badan, min naaqatayni, laba naaqadood. masaajidka inuu u kallaho qofkii oo laba aayadood uu soo akhriyo ama laba aayadood uu soo xifdiyo baa waxay uga fiican tahay inuu markaa laba neef oo geela caqiiq uu ka soo wato kursiyo waaweyn.
وثلاث سدح آيات إنه برتو أما وصا أخريو أي خير الله قفك وغا خير بدن من ثلاث سدح نفوقي لمرك إنه ماشا كسوك حيستو وأربع أفر آيات إنه قفك أخريو إنتو مسادك أوك الله أما وصا حفظيو أي خير وغا خير بدن له إساق قفك من أربع من أربع ناقات أربع مركا إنه سوك حيستو أفر هلاد ومن أعدادهن تروين كوضو مركا بضانو من الإبيل جيلا إنتو صوك حيسان لها بقول أيضا ذو قرآن إنو أخريو أما وصوحف ديو باوحا وغفيا عن إنتو عقيق تقو بقول نيفو جيلا وصوك حيسو تري مركا إنتا دونتو حديثك ولفه بما أملين يسوما طيب حديثك مركا وحديث صحيحة ومسلم باسو صاري حديثك وحكوته سيا فلق أولي هاي قرآن كولا أخريو قرآن كولا أخريو فلقى أيوليها الله سبحانه وتعالى مركا هنقدي قوكو قرآن كيس إلى ليا وقال صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله حيري من قعد قفك فريستا مقعدا ميلا فريستو لم يذكر الله فيه لم يذكر الله أنا نحسن فيه مقعد كاس الله أنا نكحسن كانت عليه دشي سوحي أهان من الله ألا حقي سوحى أهاني تيرات تيرانيو يمرق أما شلي باهان إنو شلي قفكس ومن الدجع قفكس إحدى مضجعا ميلا سيحدو ولم يذكر الله ألا أنا نحسن فيه مضجعا سلا سيحدو كانت عليه دشي سوحى أهاني تيرات شلي تاهاني ومن الله ألا حقي سه ومثلا يوم القيامة مرك الله تقو قفك وش الله يا أو حلية ورمال انت ماشا أنفريستي محان الله سبحانه وتعالى وحسي وايي محان الله سبحانه وتعالى قرآن كيس وآخر وايي ماشا مركان سيحدي أذكار النوم محان وآخر وايي مركان أوك عينا كفارة المجلس محان وآخر وايي قفك مركا وش الله يا مركا انت هذا انش الله يين وحو حديثك كتصيا ميل مركان فريسنو الله سبحانه وتعالى إن نحسنو إن أولا ذكر الله سبحانه وتعالى هي صلاة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم لقب الله مركا لك عانينا سيدوك لكفارة المجلس الأخرية هذا ما أنت نواضع ركتين قف شرف دوني يا بوحك عرسنا يا إنو يرهدو بسم الله الرحمن الرحيم أما الحمد لله رب العالمين وهذا ددك وينا بأورانا يا أنك محانو سمين ويني سواء ما أركين قفوا عدين أيا مثلا أما خد بصو جيدين أيا ومرك أنا مسلم هين مرك ودما يوحو ليها God bless you وحو ليها بارك الله فيكم أنقو مسلمين مرك إن أنضدك بركينو أما الله سبحانه وتعالى ذكر يسي أنكو باللونو أيا مرك قفكي أما وكحشونا يايو اسكوينين أيا واسدة من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه ألا أنا أنكو حسين كانت عليه دشي سوحا هاني تيرة شليتو من الله ألا حقيسا ومن الضجع مضجعا قفك ميل السيحدة لم يذكر الله ألا أنا نحسن فيه ماشا لسيحدة أنا نكو حسين كانت عليه دشي سوحا هاني تيرة با هاني شليتو من الله ألا حقيسا كاهاتي مركا وندام يحسرة وقال صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله صلى الله عليه وآله وسلم استغوا كشاكين يا فلق أولي الله سبحانه وتعالى إن لحصوا وحير ما جلس مفرسان قوم قوم مجلسا ما لفرسوا لم يذكر الله ألا مركا محصان فيه مجلس ولم يصلوا كما صليان على نبيهم نبي قودة إلا كان وحاهاني عليهم دشودة تيرة ندامة دشودة هن وإش الله يان وقت دنبه وإش الله يدونان مركا الله سبحانه وتعالى له رستاقو هدينا الله حسين ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم أينا كسلين فإن شاء الله دو دونو عذابهم وعذابيا وإن شاء الله سبحانه وتعالى دو دونانا غفر لهم الله جل وعلا ودن بدافيا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء مركا وحي قليان في مشيئة الله محاضو ملايين إسان مركا قفكا بريسانا يا صبحيسانا يا واقي أوبرييو إساقو مركا معاسي دول فردية
waxaad arkaysaa alle subxaanahu wa tacaala dadka soo hanuuniya salaadu subax marka loo socdo dad muslimiina soomaaliya ayaa waxay fadhiyaan kiyosikyada ee meelaha jaadka lagu cuno salaadii baa la aadaamayaa mu'adinkii sidoo kale wuu aqimayaa salaadii baa la gelayaa meeshii ayuu fadhiyaa waagii baa meeshii ugu baryaya alle muusan xusin laga yaaba hadduu masjidkii imaan lahaa waxaan iska soo tufi lahaa alle subxaanahu watacaala inuu u dambi dhaafi lahaa waxa dembi iyo meesha uu sameeyey laakiin waagii baa sida ugu baryaya runtii macaasida alle subxaanahu wa tacaala oo habeenkii lagu baryo waxaa ku soo aroortay runtii oo rasuulkeena sal allahu calayhi waalihi wasalam uu ka sheekay ciqaab aad iyo aad u weyn alle subxaanahu wa tacaala na haddee qoomun buu ka sheekeeyey u halaagay oo macaasi ay sameeyeen uu ku halaagay xadiis saxiixa oo bukhaari ku yaala rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam dadka hadday macaasi ku baristaan oo markaa waagii ugu baryo iyagoo macaasi ku jira alle subxaanahu wa tacaala dadka waxaa laga yaabaa inuu u bedelo daayeero iyo doofaaraa dhici karta waa shay runtii aad iyo aad u yab badan marka ha layska ilaaliyo dadka ha laga wacdiyo alle subxaanahu wa tacaala macaasidiisa in lagu sabaxaysto xadiidka waa xadiis saxiixa abu hurayra ayaa rasuulkeena sal allahu calayhi waalihi wasalam ka warinaya tirmidi ayaana soo saaray sidaad hoos ku arkaysaan wa qaala sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulkii alle wuxuu yidhi maa min qawmin qowm ma jiro yaquumuuna kacaya min majlisin majlis ka kacaya meel la fadhiisto laa yadkuruuna allaha alle aanan xusaynin fiihi meeshaas ay ka kaceen ilaa qaamuu waxay ka istaagayaan can mili jiifati ximaarin can mili wax la mid ah jiifati ximaarin dameer bakhtigiisoo kale wax la mid a ayay ka dulkacayaan sow shay la yaable maaha meel haddii la fadhiisto oo aanan alle subxaanahu wa tacaala la xusin meeshaa la fadhiistay oo aan nebiga sal allahu calayhi wa aalihi wasalam lagu sallin dadkaa waxay ka kacayaan dameer bakhtigiisa ayay ka dulkacayaan wa kaana lahum waxaa u sugnaanaya xasratun xasratan wa kaana lahum waxaa u sugnaanaya markaa xasratan baa u sugnaanaya shallayto iyo nadaamo oo yowm alqiyaama dadka way shallayn doonaan wakhtiga markaa ay dayaceen waxay leeyihiin allow haddee naceli nacmal saalixan hayra aladii kunnaa nacmal markaa dikriga alle subxaanahu wa tacaala la xuso khaasatan meelaha khaaska lagu xuso iyo meelaha la fariisto lagu xusanaa sidaas ayuu u fadli badan yahay ayib xadiidka waa xadiis saxiixa oo abu daawuud baa soo saaray adkaaru listiqaadi min annawm adkaaru listiqaadi buu u baab yahay adkaaru listiqaadi kicitaanka lasoo kacayo iyo baraaruga lasoo baraarugayo adkaarteedii buu u baab yahay oo min annawmi hurdada laga soo baraarugayo haadaa maxalluhu waa meeshii markaa looga hadlayey waa marka lasoo kacayo maxaad akhrinaysaa markaad soo kacdo maxaa sugnaaday rasuulkeena sal allahu calayhi waalihi wasalam ka sugnaaday rasuulkeena sal allahu calayhi waalihi wasalam waxaa laga warinayaa xudayfa baa ka warinaya radi allahu canhu rasuulkeenna wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nnusuur alxamdu lilah mahad waxaa leh alle ayay u sugnaatay mahad oo dhan lilaahi alle u sugnaatay alladii allihii axyaanaa na nooleeyey bacdamaa markii uu amaatanaa na dilay wa ilayhi xaggiisuuna annusuuru albucuuthu ahaaday noqoshada iyo markaa soo bixintana alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayay ahaatay sidaasuu rasuulkeena sal allahu calayhi wa aalihi wasalam ku ducaysan jiray annagana waxaa nalaga doonayaa markaan soo kacno inaan ducadan akhrino alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nnusuur sheekhu markaa wuxuu ka bilaabay hurdada marka laga soo kaco ayuu ka bilaabay ilan qofka wuu jiifay wuu soo kacay oo noloshii baa ku soo noqotay marka waa isagoo noolaaday noloshii baa ku cusub hadda nolol cusub buu gelayaa qofkii noolaayay markaa sheekhu wuxuu sii wadi doonaa waxyaabaha kale laga doonayo markaa maalintii soo kacday oo naftiga kugu soo noqotay ilaan alle subxaanahu wa tacaala waxaa qur-aanka ku cad inuu nafta oofsanayo habeenkii marka la seexdo
اللوحو يري الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ضد بضان وصومان داركن وده غلو أفسد سيد أوسح لين أنا صوكعين مدى الله سبحانه وتعالى مركا وكحكم موت مسوع لنا يو تنكلي مركا مالما إني سيجوكتو oo lixdan sano ay gaarto ilaa laga badin maayo iyo todobaatan wuu soo deynayo Allah subhanahu wa ta'ala waana imtixaan lagu imtixaanayo marka waa sida ducadaas u akhrin jiray mowtka culimadu marka waxay leeyihiin mowtkan la sheegayo bacda ma amaatana leeyahay ma mowtki xaqiiqi ahaaba qaarkood waxay yiraahdaan mowtka waxa laga wadaa sukuun qofka marka ilaa markuu saxdo qofku wuu degayaa iyo jirkiisa oo dhan baa degaya sida darteed maatat riixu ballaha dabeeshi way degtay dabeesha markay dhabato kadib ay degto carato way isticmaalaan maatat riixu qofkana marka mowtkan waxa ay leeyeen mowtkaas laga wadaa mise waa midki xaqiiqi aha xaqiiqigi waa la oran karaa aayada quraanka ayaa tilmaantay oo qofka naftiisa waa la qaadi markuu jiifo ilaa wax lagu sameeynaayo dareen malihid meel aad aad ma garanaysid ilaa naftay kugu soo noqoto soo boodo marka ducada salaaxdinaya sidoo kale rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuxuu dhigi jiray la ilaaha illa allah wahda la ilaaha ilaah majro oo ma'budun bihaqqin haqq lagu caabudo illa allah wahdahu alle kaligiisa mooye la shariika la lahul mulku mulkihi allahu subhanahu wa lahu alhamdu iyo mahdiyo dhan wa huwa ala kulli shay'in qadir allana shayka sawukara subhanallah alla nazahan xumaan oo dhan ka nazahan والحمد لله ما هد الله اسكله ولا إله إله مجر حق لغو عابده إلا الله ألم ويه والله أكبر ولا حول حيلد ملهن يا أود ولا قوة قوان ملهن مع سيد الوقف قادو سيدوك لطاعدنا لغو لي مادو إلا بالله ألم ويه إنو أود نسيو العلي الليه سري العظيم إيوينا رب اغفر لي ألو إيدن بداف ducada soo akhrinaya qofka hadbatan ufudud wa inaan darsigan insha Allahu ta'ala in habeenada aan wadno qofbo mida uusan garanaynin ama adkaarta kasta ku cusub mida uga fudud inuu xifdiyo la doonayo insha Allahu ta'ala aawa kale midalan alhamdulillahi alladhi ahyaana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusur an xifdina tayib rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ducada kale oo akhrin jiray markuu hurdada ka soo kaco وحويان الحمد لله ما هذا الله إسكاله الذي أليه عافاني إعافيي في جسدي جسد كي إعافيي ورد علي إيسو علي روحي روح ذي دين إيسو علي إلا الروح ذان الله سبحانه وتعالى وأفصدي ما دام وكسو علي حكم هذا سوع شنه الله كسو علي أشكري وأذن لي أجاز لي إبن إيو إي إذمي بذكري الله سبحانه وتعالى إنا نحصه الله هاس أيام هاد إسكالون أم هادين يا تاسد كدعي سنيسا وسيدا أذن لي أباحه له وأجازه والله كرا إي إذمي إي مركا إي نبني إن الله سبحانه وتعالى حصو مركو إسونو لي كدب جركي ينا سدوك لإي عافيي الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي روحي دينا إيسو عليي وأذن لي إذمي بذكري ذكري سنة إذمي الله أصيانكم مهدين أيام حديث كامركا وحديث صحيحة رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم سيدو كلمركو صاقع آيات كان بو أخرين جري إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون رسول كنا صلى الله عليه وآله وسلم آيات كان ياب كبضا سورة آل عمران آخر كذا أي أخر جري حديث كان وحديث صحيح قصه ليه السيدوك لي ابن عباس با رسول كنا صلى الله عليه وآله وسلم كورنيا ابن عباس وحوليه رضي الله عنه بت عند خالتي ميمونة هبريرتي ميمونة أكتها ذايان هبين بريب ويري فقلت وحانيري لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحان إيه يا رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم صلاة أوتكده هبينكي صلاة الليل كأوتكده أيام فيرنا يا أيو إيه يا أيو يري فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سادة رسولك الله وحان أدقي بويري بركن بان أدقي فجعل فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طولها رسولك أنا بركن تي وحوق سحدة درر رسولك الله بقى بركن كسحنية سد درر أيوق سحدة إلا بركن بلر هدوق سحدة مقاريس صمها درر بوق سحدة إلا رسولك أنا صلى الله عليه وآله وسلم جوذرقي وكسي حنجري شمائل المحمدية مركة لغا شيكين أيو رسول كان صفات كيسي جوذر كيسي هدا ولا شيكي جوذر وكسي حنجر وحي أهيد مرو أي أفكا لغا حري جري مركة ساتمرت علامة هذا لغو قري جري تاسو كسي حنجر مر قرقو جوذر موسى كسي حنجر سيدا درت يد معلم معلمها كم دا سيدنا عمر حديث كسي حنك كويا لا رسول كو يمدو جيفتي رسولك فيرها مركا سريرتي اي كقبتي بو مركا ويمد رسولك الله وحوير اديغانا دبكنات كجرتا نمانكي قيصر اي كسرا اهانا نعموين كي كجران اي سره كسيحدان واد اركتي رسولك الله صلى الله عليه وسلم عمر هذا الله يابلا يكويري عمر وحوير ميادا رالكو اهين ان اياغا لهم الدنيا ادوية وسقناتو ولنا الاخرة أننا آخرة آن لهانو ميادا عمر ومركا رالك أهين وكفر حينين دادك الدنيا لسيه أننا سيدوك الآخرة لسيه مركا رسول كان صلى الله عليه وسلم وسادة ذاس بل الرهان بوغو السحدي فجعل يمسح النوم عن وجهه رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم وصوك عي قفك فردد مركو صوك عين روح سكتر ترا سيد عادي قوات قرانيسان ابن عباس وحولي رسول مركو صوك عي إنه إسكتر تري ومركو سيدا أوتر تري بو آيادهان طبنك سورة آل عمران وقدم بي أخرين توضب بالله بي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلا لقاروا آخر الآيات فضل شيخ إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات سماواتك خلق قودة والأرض للك أمتان كودة واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل إسبد بدلك الليل والنهار هبينك يمان انت إسبد بدلان لآيات آيات بيوء هذين لقو عبرقاته لأولي الألباب
كوا عقلك وصاحبك وللبابك والله سبحانه وتعالى شاقي وكوا صفات كوضا والذين يذكرون الله كوا الله حصي قياما يقو تاقا وقعودا يقو فرديان الله حصي وعلى جنوبهم لنعيضوا ضنا كحصي يقو جيفا ويتفكرون كفكرة يومركا إيغيو فيرينيا في خلق السماوات سماوات كخلق غوضي والأرض دولالك إيغيو كفكرة يومركا كعبرقا دانيا وورانيا ربنا ربي قنو ما خلقت ما ظنغو من هذا كان خلقي قن وسماوات كيدولك باطلا باطل ما ظنغو من سبحانك نزهنان تادي فقنا ربي يوم نغا دورو نغا إلالي عذاب النار نار تمركا نغا إلالي ربنا ربي قنو إنك أذيق من تدخل النار النار قفك أدقليسو فقد أخزيته واده جسي وحا حقيقة إن أده جسي وما للظالمين ظالمين تين ومسقنان من أنصار وحقرقار يعدو قرقارتا ومين أنصقنان ربنا ربي قنو إننا أنه سمعنا وحان مقالني مناديا من دواقع ينادي دتك ويريا وحو ويريا للإيمان إيمان بو ويريا ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحو رانيا أن آمنوا رميا بربكم ربكين فآمنا وان رميني ربنا ربك النو فاغفر لنا نودف ذنوبنا ذنب يذينا نودف وكفر عنا الله نودف سيدوك له سيئاتنا حمايالك أننا الله دبول وتوفنا ربنا أفسو مع الأبرار ذاتك بارياشي الله سبحانه وتعالى مركا أطيع وبارياشا معوض ربي يوم نلغفص ورقا معوض نغيل ربنا ربي قنو وآتنا نسي ما وعدتنا وحاد أبلن قادي ما وعدتنا وحاد نو يبهدي على رسولك على لسان رسولك أدنو يبهدي أو أجنو ولا تخزنا هنه جن يوم القيامة ما ننت قيامهنا ربي يوم هنه جن إنك أذيق لا تخلف ما خلافتد الميعاد بلنتا يوعد قد يبوهدي ربي يوم خلافتي فاستجاب لهم وأجيبي أو كأجيب لهم إيقا ربهم ربي قوضا أني أنيق لا أضيع ضيع مايو عمل عامل مد عمل سمي عمل كيس منكم أيضا كم إذا من ذكر أو لبأ أو أنثى أما ددقة عمل كيس ضيع مايو بعضكم قاركين من بعض باتكاهاتين فالذين يكو هاجروا هجروا دي وأخرجوا لغساري من ديارهم قريوه دي لغساري وأوذوا لدبايو في سبيل جدكي لغو دبي وقاتلوا دغالمي وقتلوا لنا الدلي لأكفرن وان دافيو دافي عنهم حقودا سيئاتهم ذنبياشو دوان دافي ولأدخلنهم وانقلين جنات جنوين بانقلين تجري دريريس من تحتها هو سيدا الانهار وبيالبا دريريا ثوابا بو هذا الله سبحانه وتعالى أما المرين بي هاتي من عند الله التي سحكا هاتي والله قال لي عنده أكتي سوحا هذا حسن الثواب أما المرين مد أقوى نكسن الله سبحانه وتعالى أكتي سي هاتي لا يغرنك يينا كذيني النبي محمد تقلب الذين كوا قد قدون كوديس قد قدين أيان كفروا كفريي في البلاد أرضي قال الله سبحانه وتعالى يسكو قد قدين أيانو كفر أي الله سعودانو فساد ذلك لمريان أرن كاسين ككذين أو خيرها أملين أي وحويان متاع وأنر القليل ير ثم كذبنا مأواهم هي تكوذ جهنم ويان وبئس المهاد ميل لون نقضه أو هي لقد اكتنا مركا جهنما أقدراتي لكن الذين كوا اتقوا اتقوا كعب صدر ربهم ربي قوضا لهم وحيليهم جنات جنوين تجري أي دريريس من تحتها هوسيدا الأنهار وبيال خالدين فيها ويكوا ريان نزولا مرتقلين ويان ومن عند الله الأكتي سكاهاتي وما عند الله محاء الأكتي سو خيره وما عند الله محاء الأكتي سو خير خيره للأبرار ضدك أبرار تأسقنا دي وربضنا وما عند الله بضنا يو بضنا وحا وما عند الله
maxaa alle agtiis ku sugnaaday oo khayrun khayra oo lilabraari dadka abraarta u sugnaaday ay khayrun kaiirun baa lilabraari dadkii baaryaashaha u sugnaaday cind allaahi alle agtiis wa ina min ahli lkitaabi ahlulkitaabka waxaa ka mida laman mid baa ka mida yu'minu rumaynaya billaahi alle wamaa unzila ilaykum iyo xaggiin lala soo dejiyey iyo wamaa unzila ilayhim waxa lagu soo dejiyey khaashiciina iyagoo khushuucaya lilaahi alle laa yashtaruuna iibsan maayaan biaayaati illaahi alle aayadaha alle subxaanahu watacaala thamanan qaliilan maalan qaliilan ku iibsan maayaan wax yar ku iibsan maayaan ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkooda cinda rabbihim buu ugu sugnaaday alle subxaanahu watacaala agtiisa ayuu ugu sugnaaday ina allaaha alle sariicu lxisaabi xisaabtiisa miday deg deg tahay weeyaan oo liman casaa alle subxaanahu watacaala qofka ku caasiya alle subxaanahu watacaala xisaabtiisa wuu soo dedejinayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow isbiruu sabra wasaabiruu gaaladana sidoo kale la sabartama iyagoo way sabrayaane idinkana la sabartama waraabituu sugnaada oo markaa fungorta iyo meesha muslimiinta laga soo gelayo taagnaada tazaxzux yaana laydinka helin iyo inaad carartaan wattaquu allaha alle subxaanahu watacaala ka cabsada lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaan hada wabilahi towfiiq wasal allahu wasalam cala nabiyina muxamed